السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. وفيك يا رب. بقول لحضرتك ليا سؤال الله يكرمك. اتفضل. في أخ أعطاني مبلغ من المال من الدولارات وقال لي غيره بسعر الصرف المصري. طيب. والسعر دلوقتي في البنك 15.65 وأنا ما في شخص بتعامل معاه بيديني سعر أعلى من البنك. فهو أعطاني المال وقال لي غير على آخر سعر صرف. بين له. بين. على سعر الصرف. لا بس عفوا بين له. بين له. قل له هب أنني غيرته بسعر أعلى. آخذ الفرق ولا لا؟ بين له حتى يكون تكون اللقمة حلال لك. نعم لازم أبين له. لازم تبين. ماشي قل له أنا غيره لك والزائد عن سعر البنك سأخذه. كده مظبوط الكلام يكون واضح. نعم يعني ما ينفعش ان انا اغير من غير ما اقول له مثلا السعر بره الدول. اصلا انت وكيل والوكيل يلزم ان يكون امينا. نعم. الله يسلمك. جزاك الله خير. وياكم.